مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلاب صف 12 أدبي لمادة العلوم العامة، ومع الوحدة الأولى العضلات وعلم الوراثة، ومع درس الجينات والأليلات ومربع بنت، ومع مدرسكم أحمد بشير. الأهداف: يوضح الطالب المقصود بالجين، يوضح الطالب المقصود بالأليل، يرسم الطالب مربع بنت، ويحدد التركيب الجيني للأفراد. بداية نلاحظ بعض الصفات الوراثية في الإنسان، مثل شكل الشعر ولون الشعر وشحمة الأذن، منها تكون ملتصقة بالجلد ومنها تكون مبتعدة. وأيضا صفة وراثية مختلفة بين الناس في عملية انحناء الإصبع الإبهام. العالم جريجور مندل هو أول عالم اقترح نظرية حديثة في الوراثة في ستينيات القرن التاسع عشر. بداية سنتكلم لاحقا على الأليلات. يوجد أليلات متماثلة وغير متماثلة. متماثلة مثل تكون جي كابيتال جي كابيتال أو جي سمول وجي سمول، وسنرى لاحقا ماذا تعني هذه الرموز. وجي كابيتال جي سمول هذه تكون غير متماثلة. المتماثلة ينتج منها صفة سائدة نقية أو صفة متنحية. صفة متنحية من جي سمول جي سمول، وصفة سائدة نقية من جي كابيتال جي كابيتال. أما الغير متماثلة ينتج أيضا منها صفة سائدة لكنها غير نقية، تكون تحتوي على نوعين من الرموز، وسنرى ماذا تسمى لاحقا جي كابيتال جي سمول. نلاحظ معنا الطراز المظهري والطراز الجيني. مثلا الطراز الجيني جي كابيتال جي كابيتال يكون شكل، والبذور تسمى بذور صفراء، تكون سائدة نقية لنفس الرموز. أما إذا نتج جي كابيتال وجي سمول يكون النبات أو الصفة مثلا تكون بذور صفراء ولكنها غير متماثلة الأليلات، سائدة غير نقية. أما إذا نتجت جي سمول تكون بذور لونها مثل خضراء متنحية. تجربة العالم مندل قام بمزاوجة نبات بازيلا صفراء نقية وهي جي كابيتال جي كابيتال مع نبات خضراء نقية وهي جي سمول جي سمول، ونتج لاحظ هذه أفراد الجيل الأول جميعها لونها صفراء ولكنها صفراء غير نقية، نتجت بذور 100% صفراء. ثم قام العالم وزاوج أفراد الجيل الثاني ببازيلا صفراء غير نقية وأيضا البازيلا الصفراء الغير نقية، ونتج عنده أفراد الجيل الثاني. لكن لاحظ هنا في أفراد الجيل الثاني نتجت بازيلا خضراء اللون، وكانت نسبة البازيلا الصفراء 75% والبازيلا الخضراء 25%، أي بنسبة 3:1، نسبة 3:1. استنتج العالم مندل أن الجين جي سائد اللون واللون الأصفر للبذور. أما جيل أفراد الجيل الأول، جميع أفراد الجيل الأول تحمل الصفة السائدة صفراء اللون، جميع أفراد الجيل الأول.
والجينجي سمول متنحي اللون ولونه أخضر متنحي، لا يظهر بأفراد الجيل الأول. أما السائد هو الجي كابيتال وينتج في جميع أفراد الجيل الأول. أما الجيل الثاني نتجت وظهرت الصفة المتنحية اللون بنسبة 25%، أي بنسبة 3 إلى 1. سؤال في الكتاب المدرسي: ما الاستنتاج الذي توصل إليه مندل؟ أحسنت، بعض الصفات الوراثية سائدة وبعضها الآخر متنحية. نلاحظ، ندرس الشكل وهو جزء من كروموسوم أو كروموسوم. نلاحظ الكروموسوم جزء منه من الأم وجزء منه من الأب، ويوجد عليه أرقام E كابيتال و E سمول. هذا الـ E هو عبارة عن جين واحد، الـ E كابيتال والـ E سمول هو جين واحد، ولكن تسمى ومجموعهم اثنين من الأليل، اثنين من الأليل. إذن الـ E كابيتال أليل والـ E سمول أليل، ولكن هي عبارة عن جين واحد يتحكم بصفة وراثية واحدة. مثال آخر، نلاحظ قطعة من الكروموسوم وهو كروموسوم جزء، الجزء الأول من الأب والجزء الثاني من الأم، وعليه A كابيتال A سمول و B كابيتال B سمول و G كابيتال G سمول. نلاحظ أنها 3 جينات، الجين يتحكم بصفة وراثية، ومجموع الأليلات هي 6 أليلات. ماذا نعني بالجين؟ الجين هو مصطلح لوصف الشفرات الموجودة في حمض الـ DNA التي تحدد التراكيب والعمليات الحيوية جميعها. إذن هذا الجين. أما مصطلح الأليل هو مصطلح مستخدم لوصف النسخ المختلفة من جين معين. إذن الأشكال المختلفة للجين هو يسمى الأليل، مثل الـ E كابيتال والـ E سمول سمي بالأليل. أمثلة أنواع الأليلات قلنا متماثلة وغير متماثلة. أمثلة على الأليلات: أليل البذور الصفراء جي كابيتال وأليل البذور الخضراء جي سمول. سؤال في الكتاب: ما الفرق بين الجين والأليل؟ أحسنت، بارك الله بك. الجين هو شفرة الـ DNA، أما الأليل هو أشكال متنوعة لهذا الجين. مثال: وراثة لون العيون في الإنسان. نلاحظ جزء أو من الأب والآخر من الأم بي كابيتال وبي سمول. بي كابيتال وبي كابيتال ينتج عندنا طرز جيني بي كابيتال بي سمول، ويكون الطراز المظهري أو الشكلي للون العيون بالبني، وهو متماثل. لكن إذا نتج أو كان أحدهما من الأم بي سمول ومن الأب بي سمول، ينتج طرز جيني أيضا متماثل بي سمول وبي سمول، ولكن الطراز المظهري أو الشكلي للون العيون يكون باللون الأزرق. أي أن الأليلات النسخ المختلفة من جين معين، أما الطراز الجيني هو أليلات جين معين للفرد. قلنا من الأمثلة: إذا نتجت الطرز الجيني R كابيتال R كابيتال أو R كابيتال R سمول، تكون الطرز الشكلية زهرة حمراء، وإذا كانت R سمول R سمول
تنتج النبتة أو الطرز الشكلية زهرة بيضاء. الذي يهمنا مثال على الأداء الرياضي، هناك جينات تلعب دورا في الأداء الرياضي العالي، مثل جين أكتين 3 وجين الACE. جين الأكتين 3 يسمى بجين العداء، وهو ينتج لبروتين ألفا أكتين 3. هذا البروتين يكون أكثر شيوعا في العضلات ذات الانقباض السريع، ويوجد للأكتين 3 نوعين من الأليلان. يوجد له أليلان 577X و577R. لندرس هذان الأليلان، نلاحظ توزيع الأكتين 3 وتأثيره في إنتاج البروتين في العضلة. توزيع الأليل بهذا الشكل، إذا نتجت الطرز الجينية R كابيتال و R كابيتال، يكون إنتاج بروتين ألفا أكتين 3 في العضلات يكون مرتفع، لذلك يكون تركيز ويكون تركيزه وين؟ في العضلات سريعة الانقباض. أما إذا نتج R كابيتال و X وهذا غير متماثل، يكون إنتاج بروتين ألفا أكتين 3 طبيعي، ويكون تركيزه في العضلات ذات الانقباض البطيء والسريع، البطيء والسريع. أما إذا نتجت أليلات والطرز الجيني X و X، نلاحظ أن هنا العضلة لا تنتج البروتين، أو الجين لا ينتج البروتين، وهذا يكون موجود وتأثيره في العضلات ذات الانقباض البطيء. إذن أين يوجد طراز R كابيتال R سمول؟ قلنا في العضلات ذات الانقباض السريع في الأفراد ذوي الأداء العالي، ومن أشهر الرياضات وهي رياضات الملاكمة ورفع الأثقال وعضلات العين، يكون متواجد الطرز والجين أكتين 3 والذي طرزه الجينية R كابيتال R كابيتال. أما البروتين والجين في الإكس إكس يكون في الأفراد ذوي الأداء العالي أيضا، الذين يعتمدون على العضلات ذات الانقباض البطيء، وهو من الرياضات السباحة وركوب الدراجات والجري لمسافات طويلة. المثال الثاني وهو جين ACE، يساعد هذا في إنتاج هرمون أنجيو تنسين رقم 2، الذي أهميته يساعد في التحكم بضغط الدم وبأداء العضلات ذات الانقباض السريع. إذن للجين ACE أليلان هما ACI وACD، لذلك تكون الطرز الجينية لجين الACE إما دي كابيتال دي كابيتال، أو I ودي كابيتال، أو I مع I. ونلاحظ هذه الطرز الجينية ولهذا الجين. متى يزداد تأثير إنتاج هرمون الACE؟ أحسنت، نلاحظ مع الطرز الجيني دي كابيتال دي كابيتال، وهذا أين يكون؟ ولا ننسى أنه متواجد في العضلة الغنية بالألياف ذات الانقباض السريع، تستخدم للقفز والركل والتدفقات المفاجئة ولرفع الأثقال. نلاحظ توزيع جين الAC
وأليلاته وتأثيره في إنتاج هرمون أنجيوتنسين. نلاحظ تي كابيتال مع تي دي كابيتال ودي كابيتال يكون الطرز إيش الجيني، وإنتاج الهرمون يكون مرتفع. أما إذا اتحد دي كابيتال مع آي يكون إنتاج الهرمون متوسط، وإذا نتجت الطرز الجينية آي كابيتال مع آي كابيتال يكون إنتاج الهرمون منخفض، ويتحكم الهرمون في ضغط الدم وفي أداء العضلات ذات الانقباض السريع. مربع بنت هو أداة هندسية رياضية للتنبؤ بتوزيع الأليلات في نسل الأبوين. نلاحظ نوعاء الأليلات في الأب، وهنا نضع أليلات الأم. مثال R كابيتال و X كابيتال من الأب، و R كابيتال و X كابيتال من الأم. ونلاحظ توزيع هذه الأليلات في داخل المربع. نضع نوعي الأليلات قلنا للأب فوق المربع بنت، وفي كل صندوق تحتهما نضع الأليل R أو X بلون أليلي الأب ليمثل انتقال ذلك الأليل إلى النسل. ثم نضع نوعي الأليل للأم على جانب مربع بنت، ثم نضع في كل صندوق أيضا جانب الأم نوع الأليل المتنقل باللون الأليل الموجود على جانب الصندوق. نلاحظ الآن كيفية توزيع الأليلات، ومثل عملية الضرب R كابيتال مع R كابيتال هنا، R كابيتال مع X هنا، R كابيتال مع X هنا، و X كابيتال مع X كابيتال. نلاحظ R مع R، R مع X، وأيضا R مع الـ X هنا، وهنا X مع X. إذن هذه الطرز الجينية للأفراد. مثال يوجد في كل صندوق من النسل أليل من الأب وأليل من الأم، من الأب ومن الأم، من الأب ومن الأم. تمثل أنماط الصناديق احتمالية توزيع الأليلات في النسل المحتمل. نلاحظ أن الأليل الـ Rx أو الطرز الجينية للـ Rx نسبتها في مربع بنت 50%، هنا 1 وهنا 1. وأما الـ R كابيتال والـ R كابيتال نسبتها 25%. أما نسبة الـ R الـ X كابيتال والـ X كابيتال أيضا نسبتها في الأفراد الناتجة 25%. سؤال: الشكل المجاور يمثل مربع يستخدم في الوراثة، أجب عما يلي: ما اسم هذا المربع؟ وما أهمية هذا المربع؟ أحسنت، إنه مربع بنت ويستخدم للتنبؤ بتوزيع الأليلات في نسل أبوين. السؤال الثاني: أرسم مربع بنت لتحديد التركيب الجيني المحتمل للأفراد المحتمل ولادتهم من والدين يحملان نوعي الأليل DI ومن الأب أيضا DI. اكتب الطرز الجيني والطرز الشكلي للأفراد. نلاحظ نرسم مربع بنت، الأب في الأعلى والأم في الأسفل، أو إذا وضعت الأب هنا والأم هنا يجوز. نلاحظ قال في السؤال دي كابيتال وآي كابيتال للأب، وأيضا نفس الأليلات للأم دي كابيتال وآي كابيتال. ونقوم بعملية توزيع الأليلات داخل
مربع بنت دي كابيتال مع دي كابيتال، دي كابيتال مع اي، وايضا اي مع الدي، وهنا اي مع اي. نلاحظ ان نسبة دي كابيتال ودي كابيتال 25%، ودي اي هنا موجودة 2 من 4 اي نص وهي 50%، وهنا يكون انتاج الجين في هذا النوع يكون مرتفع. اما اذا نتج دي اي 50% يكون متوسط، و 25% يكون منخفض. اذا نتج دي كابيتال مع دي كابيتال يكون مرتفع، اما دي مع اي كابيتال يكون توزيع الجين منخفض متوسط، و اي كابيتال مع اي كابيتال يكون منخفض بنسبة 50% هنا، و ار كابيتال ار و اكس بنسبة 50%. ثم حدد توزيع الجينات لكلا الوالدين. اذا نلاحظ داخل المربع هنا ار كابيتال ار كابيتال مرتان لانها 50%، و ايضا ار مع اكس مرتين 50%. السؤال طالب حدد توزيع الجينات لكلا الوالدين. اذا لاحظ هنا نتجت ار كابيتال مع ار كابيتال سيكون احداهما من الاب والاخر من الام، احداهما من الاب والاخر من الام. وهنا لاحظ العامل المشترك في الطرز الجيني هنا هو ايش؟ الار كابيتال. وايضا هنا ايضا العامل المشترك في هذه الجينات ايضا هنا ار كابيتال. وايضا هنا في عملية العامل المشترك من الطرز الجينية R كابيتال، ولكن هنا لاحظ R مع X و R مع X، ولا يمكن أن يكون هنا R. لو وضعنا هنا R من أين نتجت الـ X؟ لذلك سيكون عندنا هنا X كابيتال. هذه الطرز أو توزيع الجينات لكلا الوالدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى أن نلتقي مع درس جديد بإذن الله تعالى، وجزاكم الله خيرا.